تركيا. مشاهدينا نتوقف مع هذا الخبر التركي الذي نشر على الصحف التركية، هذا الخبر المتعلق بالغرامات المالية على كما ذكرنا ماركت بيم وكارفور وأيضا مترو وشوك، هذه الماركات التي رفعت الأسعار بنسبة 20%. هنا الخبر في اللغة التركية نحاول أن نقرأه ونترجم ما جاء فيه. هنا في الخبر يقول لجنة تقييم الأسعار الفاحشة تغرم كل من السلاسل التجارية بيم وشوك وكارفور ومئة وواحد ومترو بمبالغ تتراوح بين 14,000 إلى 143 ألف ليرة لرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه. وفي هذا السياق قرر المجلس فرض غرامات إدارية على هذه الأسواق وهذه الماركات، والتي رفعت الأسعار بنسبة 20% في المتجرات وفي المتاجر لهذه المراكز. وبينما قضى مجلس تقييم الأسعار غير عادل بفرض غرامات إدارية على 5 من الأسواق الكبرى التي أدت إلى زيادة غير عادلة باهظة في الأسعار، فمن المتوقع أن فرض عقوبات كما ذكرنا بهذه المبالغ.